دلوقتي معادنا مع جولة في الصحافة والمواقع المحلية ومجموعة من الأخبار والتقارير المتنوعة. نبدأ جولتنا في صحافة اليوم من بوابة الأهرام. مدبولي: تكليفات من الرئيس السيسي بتعزيز علاقات التعاون مع العراق ودعم جهود التنمية على أرضه. التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس الاثنين فؤاد حسين وزير خارجية العراق. حضر المقابلة السفير ياسر عثمان مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية والسفير أحمد نايف الدليمي سفير العراق لدى مصر. واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب بوزير خارجية العراق متمنيا التوفيق له ولوزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم الطارئ في القاهرة. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه يتابع بنفسه مع الوزراء المعنيين تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من ملفات التعاون مع العراق، لا سيما نتائج الزيارة التي أجراها إلى بغداد في نهاية أكتوبر الماضي لرئاسة وفد مصر في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة مع العراق الشقيق، وكذا موضوعات التعاون الثلاثي التي تم الاتفاق على تنفيذها خلال الاجتماعات الوزارية للدول الثلاث مصر والعراق والأردن والتي استضافتها القاهرة في ديسمبر الماضي. أضاف مدبولي أن هناك تكليفات واضحة ومستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لأعضاء الحكومة بتعزيز علاقات التعاون مع العراق الشقيق والقيام بكل ما يلزم لمساندة الجهود التنموية على أرض العراق، لا سيما بعد أن تم التوصل لاتفاق حول تفعيل آلية النفط مقابل الإعمار.